نحن ننتظر النطق بالحكم، لا نتصور إلا البراءة. لماذا؟ لأن جريمتي الإجهاض والفساد تبين من خلال المناقشة أن الجريمتين غير ممكنتين. جريمة الإجهاض تتوقف على وجود حمل، وأثبت التقرير الطبي والتحاليل الطبية أن الحمل ما كاينش عندما ارتادت هاجر يسوني عيادة الطبيب، دخلت العيادة وهي بدون حمل، فمن أين جاء الإجهاض؟ وهذا الأمر هذا ماشي إحنا اللي قلناه، قالوا التقرير الطبي المخبري الذي أنجز خبرته على التحاليل ديال الدم التي أخذت من هاجر ريسوني عن طريق الأمن. إذا الأمن هو الذي برأ هاجر ريسوني، الأمن من خلال يعني إخضاعها إلى تحاليل طبية وإلى خبرة طبية. الأمن بهذا الإجراء برأ هاجر ريسوني من تهمة الإجهاض وبين أن لا وجود الحمل ولا وجود الإجهاض. إذا جريمة الإجهاض لم تعد مطروحة بتاتا، بقي مشكلة الفساد. إحنا بين المحكمة من خلال مجموعة من الأحكام القضائية والاجتهادات القضائية، وبين المحكمة أن هاجر ريسوني في طور إعداد حفل زفافها، الذي هذا الحفل الزفاف الذي لن يكون إلا بناء على الزواج، وهذا الزواج لن يكون إلا بناء على الخطبة. هذه الأمور كلها مطروحة، كلها كاينة، كاين إجاب، كاين قبول، كاين موافقة ديال الأسر، كاين الأهل والأقارب مدعوين، كاين يعني ترتيب الحفلة، كاين ترتيب بيت الزوجية، كل شيء كاين. إذا الذي أخر هذا الموضوع ديال التوثيق هو المشاكل التي وقعت في السودان والتي أخرت إعداد هذه الوثائق. ولكن القضاء المغربي تقول أن العقد ليس ركن من أركان الزواج، هو عيت يعترف بالزواج قانونيا، أما الزواج الأركان ديالو راه معروفة، كاين الإجاب والقبول، كاين الصداق، كاين الشاهدين، كاين الإشهار، هذا الشيء كله كاين. إذا شنو اللي بقى؟ ما بقى والو. إذا المحكمة كما قلت يجب أن تضع مسافة موضوعية بينها وبين محاضر الضبط القضائية، وأن تحكم بالبراءة وليس ولا شيء إلا البراءة. وأنا تنعتقد أن غتكون البراءة بإذن الله تعالى، وإلا ما كانش البراءة راه يكون عندنا مشكل حقيقي. نعم في الدفاع متفائلون بالحكم؟ خصنا نبقاو حنا متفائلين، خصنا نبقاو متفائلين. إلا مشينا حتى زرعنا اليأس والإحباط راه غيكون عندنا مشكل في العداله، لان المعطيات القانونيه والمعطيات الواقعيه والمعطيات العلميه تؤكد ان هاجر ريسوني ومن معها براء من هذه التهم، هذه براء، وتنادي بصوت الحكمه والتعقل وارجاع الامور الى نصابها والى طبيعتها، وهي ان لا وجود لجريمه الاجهاض ولا وجود لجريمه الفساد. تنتمنى ان المحكمه تمشي في اتجاه البراءه، وشكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.